عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وهذا مثل الحديث الذي قبله، فيه إثبات ما يجب في الجنين إذا جني عليه فسقط ميتا، أن فيه الغرة عبد أو أمة، فهو يوافق الحديث الذي قبله. اقتتلت امرأتان يعني تضاربتا، اقتتلتا يعني تضاربتا امرأتان من هذيل، قبيلة معروفة عدنانية، فضربت إحداهما الأخرى بحجر، حجر صغير رمتها به، فهذا الحجر قتل المرأة وقتل الجنين الذي في بطنها، فانقتل في هذه الجناية نفسان، نفس المرأة ونفس الجنين على إثر هذه الضربة. فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى فيها بقضائين: قضاء الأول قضى بالجنين بغرة عبد أو أمة على الجانية، على الجانية، وقضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة، على عاقلة القاتلة وهم عصبتها من الذكور، لأن دية الخطأ أو شبه العمد تكون على عاقلة القاتل وهم عصبته الذكور، تحملونها على قدرهم من باب التضامن فيما بينهم والتعاون فيما بينهم. فقضى بدية المرأة القتيلة على عاقلة، أي على عصبة القاتلة، وورث الدية لولد القتيلة، ورث دية المرأة لولد القتيلة، فدل على أن الدية تركة، دل على أن الدية تركة تورث عن الميت لأنها بديلة عنه فهي لورثته. فهذه ثلاث قضاءات في هذه الواقعة: أولا قضاء في الغرة في الجنين، وثانيا قضاء في القتيلة وهي الأم، وثالثا قضاء في الميراث، قضاء في الميراث، بل أربعة أحكام: قضاء بأن دية غير العمد تكون على العاقلة وليست على الجاني لأنه لم يتعمد، هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حمل بن النابغة الهذلي وهو والد القاتلة كأنه استثقل هذا الحكم، استثقل هذا الحكم، فقام وقال: يا رسول الله، هو لم يستغرب ضمان المرأة القتيلة، إنما استغرب ضمان الجنين، استغرب ضمان الجنين، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا عطس ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل، يعني يهدر. هذا اعتراض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه وقال إنما هو من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يسجعون ويردون الحق بسجعهم، هذه طريقة الكهان، فهو يشبههم في أنه رد الحق في هذا السجع، ما شرب ولا أكل ولا استهل، يعني ما صرخ، فمثل ذلك يطل يعني يهدر، هذا سجع. والسجع إذا كان فيه رد للحق فهو سجع الكهان باطل، سجع باطل، أو كان سجعا متكلفا فإنه ممل في لغة العرب. أما السجع الذي ليس فيه رد للحق وليس فيه تكلف فلا بأس به. السجع يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في كلام البلغاء، لكنه من غير تكلف وليس فيه رد للحق، فهذا النوع من السجع غير ممقوت، وإنما الممقوت المتكلف أو الذي فيه رد على الحق كما فعل حمل بن النابغة. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الأول، فيه ما يكون بين النساء من الغيرة، ما بين الضرائر، ما بين الضرائر من الغيرة، فالذي حمل هاتين المرأتين على الاقتتال هو الغيرة بينهن، لأنهن ضرات. وفيه إثبات دية الجنين وأنها غرة عبد أو أمة، وفيه إثبات شبه العمد، لأن الجنايات على النفس ثلاثة أقسام: عمد أو شبه عمد أو خطأ، هذا عند الجمهور. فالعمد ما توفر فيه الآلة الصالحة للقتل مع القصد، هذا هو العمد، أن تكون الآلة صالحة للقتل وأن يوجد القصد من الجاني، هذا عمد. وشبه العمد ما وجد فيه القصد، قصد الجناية، ولكن الآلة لا تصلح للقتل لأن هذا حجر صغير ما يصلح للقتل عادة، فهذا شبه عمد، وهو ما حصل فيه القصد ولم يكن فيه آلة صالحة للقتل، مثل الضربة باليد والضربة بالصوت والعصا والحصص الحجر الصغير، فهذا يسمونه شبه العمد، وهو الوارد في هذا الحديث. وفي الحديث أيضا أن دية الخطأ على العاقلة، وهذا ثابت في السنة ومجمع عليه بين العلماء، دية العمد، دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، وأما دية العمد فهي على الجاني، على الجاني. والعاقلة هم عصبة الميت من الذكور، سموا عاقلة لأنهم يدفعون عنه العقل وهو الدية، سمى دية عقلا. وقيل سموا عاقلة لأنهم يعقلون صاحبهم ويمسكونه عن التهور، يمسكونه عن التهور، سموا عاقلة لأنهم يعقلونه. كيف العاقلة تتحمل وهي لم تجني؟ كيف العاقلة تتحمل وهي لم يحصل منها جناية؟ الجواب أن هذا من باب التعاون والتضامن، فكما أنهم يرثون قريبهم لو مات وعنده ملايين أو مليارات يرثونها، فكذلك إذا جنى يتحملون جنايته، لأن الغنم بالغرم، كيف يرثونه ويأخذون ماله ولا يتحملون عنها الدية؟ هذا بهذا وليس بهذا غرابة، والحمد لله. وفي الحديث ذم الاعتراض على الأحكام الشرعية، وأن الواجب على المسلم أن يتقبل الحكم الشرعي بدون اعتراض،
بل يسلم ويرضى بذلك، لأن هذا مقتضى الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الحديث إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل وقال إنما هو من إخوان الكهان أو سجع كسجع الكهان، هذا من إنكار المنكر. نعم.